كثيرون هم الذين قرأوا قصة كعب بن زهير رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليلون هم الذين وقفوا على جمالية لا يؤتاها إلا نبي كريم، وهي أنه لما دخل كعب على رسول الله في مسجده يستأمنه على نفسه، وكان رسول الله قد أهدر دمه لما كان منه من صد عن سبيل الله بشعره، فأنشد كعب رسول الله واستفتح به، بانت سعاده واسترسل بالقول وأخذ يصف ناقته، ورسول الله جالس يستمع، فما قطع عليه كلامه ولا حول عنه وجهه حتى دخل في صلب الموضوع بعد 33 بيتا فقال: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. فأي أدب نبوي رفيع هذا، وما هذا الإحساس الراقي والخلق العظيم الذي لا يتاح إلا لنبي كريم.